بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت القادر أن تجعل الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا. كنا وقفنا إلى موضوع الخاص والعام، نعم، ولم نأخذ المطلق والمقيد، نعم. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بمبحث المطلق والمقيد في صفحة 10 عند قول المؤلف جمال الدين ابن عبد الهادي ابن المبرد رحمه الله تعالى، عند قوله: ويشتركان في المطلق والمقيد. نعم، تفضل القارئ يقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: ويشتركان في المطلق والمقيد. فالمطلق ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما يتناول معينا كزيد أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، وإن لم يختلف حمل. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: ويشتركان. ضمير التثنية يعود إلى الكتاب والسنة، فمن المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة مبحث المطلق والمقيد. فقال: فالمطلق ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فمثلا كلمة رجل في سياق الإثبات تكون من باب المطلق، فلو قال الرجل لخادمه: أكرم رجلا، أو قال: تصدق بهذا المال على رجل. طيب، متى يكون ممتثلا؟ إذا أعطى فردا واحدا غير معين، فلا يلزمه استيعاب الرجال بالمال، بل يكفي واحد. فهذا معنى قوله: ما يتناول واحدا. طيب، وقوله غير معين، أي ما يلزمه أن يضع المال في يد زيد مثلا، بل يمكن أن يعطي المال لزيد أو عمرو أو سالم أو سعد. فهذا معنى قوله غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فإن كلمة رجل موضوع في لغة العرب للذكر من بني آدم، فهذا معنى الحقيقة الشاملة لجنسه. فكل من صدق عليه هذا المعنى أنه ذكر من بني آدم دخل في قوله: تصدق بهذا المال على رجل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في قصة بني إسرائيل. أين المطلق؟ بقرة، فهو يفيد الإطلاق. فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. والمطلق له صيغ، أهمها الاسم النكرة في سياق الإثبات، الاسم النكرة في سياق الإثبات كما مثلنا قبل قليل.
في الأمثلة التي سبقت آنفاً: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والصيغة الثانية: الفعل في سياق الإثبات. الفعل في سياق الإثبات. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. كلمة ومسح فعل في سياق الإثبات، فيفيد الإطلاق. فحينئذ نقول الأصل أنه يمسح أي مسح كان إلى أن يأتي المقيد. فإذا قيدها بعض الفقهاء بقيد نقول له: ما دليلك؟ وإلا مسح على أي وجه، لأن الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، بخلاف ما لو وقع الصيغة الأولى والثانية لو وقعت في سياق النفي أو شبهه فإنها تفيد العموم. فمثال الأول أي النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله، فإن كلمة إله نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم، نفي الألوهية عما عدا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الفعل إذا وقع في سياق النفي أو شبهه يفيد العموم، مثل: لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، أين الفعل؟ تشرك. والسياق سياق شبه النفي الذي هو النهي، فإن النهي في معنى النفي فيفيد العموم. فما هو المنهي عن هنا؟ أي شرك؟ جميع أنواع الشرك، جميع أفراد أو أنواع الشرك، لأن الفعل في سياق النفي أو شبهه يفيد العموم. طيب، الفرق بين العام والمطلق، من يفرق؟ طيب تفضلي، ارفع صوتك. نعم أحسنت، جزاك الله خير. الفرق بين العام والمطلق هما: أولا يشتركان في أن في كل منهما عموما، أن في كل منهما عموما، إلا أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، وذلك في الأفراد. أعيد أقول: يشترك المطلق والعام في أن في كل منهما عموما، إلا أنهما يفترقان في أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، وذلك في الأفراد. لابد من كلمة في الأفراد، لأنهما يتفقان في عموم الأحوال عند من يقول بذلك. طيب، إذن عندنا عموم أفراد وعندنا عموم أحوال، فالعام، اللفظ العام الذي سبق معنا في الدروس الماضية، هو شمولي في الأفراد وشمولي في الأحوال، طبعا عند من يقول بهذا في الثاني. والمطلق شمولي في الأحوال بدلي في الأفراد. العام شمولي في أفراده وفي أحواله، والمطلق شمولي في أحواله بدلي في أفراده. يبقى ما معنى شمولي وما معنى بدلي؟ عموم الشمول يعني استغراق كل الأفراد أو كل الأحوال، والعموم عموم البدل معناه واحد غير معين، فما من فرد من الأفراد إلا وهو بدل عن الآخر، فيجزئ المكلف
امتثال التكليف في فرد واحد، كيف هذا؟ لو قال الرجل لخادمه أكرم الضيوف، أين العام؟ الضيوف جمع محلى بألا الاستغراقية فيفيد العموم. متى يكون المأمور وهو هذا الخادم، متى يكون ممتثلا للأمر أي مطيعا؟ إذا أكرم من؟ واحد ولا اثنين؟ الجميع، صح؟ لابد أن يكرم الجميع، ما يترك ولا واحد، لأن العام عمومه في الأفراد عموم شمولي أي يشمل جميع الأفراد. لكن لو قال له أكرم رجلا، متى يكون ممتثلا للأمر مطيعا؟ إذا أكرم واحدا. طيب كيف عموم بدلي؟ فنقول لأن كلمة رجلا تصدق على زيد وعمر وسعد وسعيد وسالم إلى آخره، فالمأمور يكفي أن يمتثل الأمر وهو وجوب الإكرام في رجل واحد. طيب فلو ترك زيدا فنقول عمر بدل عنه، طيب لو ترك عمرا فنقول سعد بدل عنه، فهذا معنى عموم بدلي، كل فرد بدل عن الآخر. طيب قلنا العام شمولي في أفراده شمولي في أحواله، الأحواله يعني الصفات والزمان والآلة والمكان إلى آخره، يعني متعلقات الفعل، متعلقات الفعل من الزمان والمكان والأوصاف والآلة فيما يحتاج إلى آلة إلى آخره. فلو قال الرجل لخادمه أكرم من دخل داري، أين اللفظ العام؟ من؟ وسبق معنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، أكرم من دخل داري يفيد العموم في الأفراد، فيجب عليه أن يكرم كل شخص دخل الدار، هذا عموم الأفراد. طيب عموم الأحوال، أنه يجب عليه إكرامهم سواء كان داخل داره صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، جاء في الصباح أو جاء في المساء، هذا معنى عموم الأحوال، واضح؟ طيب المطلق عمومه في الأفراد بدلي كما مثلنا، لو قال أكرم رجلا يكفيه حتى يكون مطيعا ممتثلا أن يكرم شخصا رجلا واحدا. طيب ما الدليل على عموم الأحوال في المطلق؟ قالوا الدليل في أن المطلق عام في أحواله هو أنه يدخله الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، هذا ضابط أصولي أو قاعدة أصولية، الاستثناء معيار العموم. كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة رضي الله عنه يختال بسيفه بين صفوف الكفار، يعني يمشي مشية الخيلاء، فقال إن هذه مشية يبغضها الله، الفعل هو يبغضها، وقلنا الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، والمطلق عام في أحواله عموم شمولي، فلو وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه اللفظ لدل على ماذا؟ أن الله يبغض مشية الخيلاء في كل حال ومنها هذه الحالة، لكنه قال بعد ذلك إلا في هذا الموطن. ما هو الموطن؟ يعني عند قتال المشركين، فدخلها الاستثناء، دخله الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، فدل على أن المطلق عام في أحواله.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالتخصيص أيضا دليل العموم، فلولا هذا لما حلت له أبدا. طيب، قال: والمقيد ما يتناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. طبعا كلمة كزيد ليس من المتن والله أعلم، هي صحيحة من حيث المعنى لكنها ما أظنها من المتن، فتكون العبارة: والمقيد ما يتناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. إذن المقيد عكس المطلق، وحينئذ فالمقيد ما يتناول فردا معينا، ما يتناول واحدا معينا عكس المطلق، مثل زيد ومثل مكة وسائر الأعلام، فإنها تتناول شيئا واحدا دل عليه اللفظ. قال: أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه، يعني أن يكون اللفظ مطلقا ثم قيد بوصف زائد. كلمة طالب هذه مطلق، لكن لما أقول طالب ناجح أين التقييد؟ كلمة ناجح، فكلمة ناجح وصف زائد على حقيقة اللفظ الأول، فإن حقيقة اللفظ الأول كل طالب، كل من طلب العلم. فحين قلت طالب ناجح قيدت اللفظ بكلمة ناجح الوصف. لا نكاح إلا بولي مرشد، أين المطلق؟ ولي. وأين المقيد؟ مرشد، هذا يسمى مقيد حينئذ، صار الآن بعد التقييد لفظا مقيدا. قال: وإذا ورد مطلق ومقيد، يعني في النصوص الشرعية إذا ورد نصان شرعية أحدهما مطلق والآخر مقيد، قال: واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر. إذا ورد مطلق ومقيد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، لا يحمل المطلق على المقيد، بمعنى يبقى المطلق على إطلاقه، نعمل به على إطلاقه في الأول، والثاني على تقييده في موضوعه أيضا في بابه، سواء اتحد السبب، يعني سواء اتحد في السبب أو اختلف في السبب، يعني إذا اختلف حكم المطلق والمقيد لا يحمل المطلق على، يعني لا نقيد المطلق بالمقيد إذا اختلف الحكمان، سواء اتحد في السبب أو اختلف في السبب. فمثلاً مثال اتحاد السبب عند اختلاف الحكم قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا في الوضوء. طيب، وفي التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. النص الثاني مطلق كلمة وأيديكم، والنص الأول مقيد، قال: وأيديكم إلى المرافق، هذا تقييد. فهل نحمل المطلق على المقيد فيجب مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين؟ الجواب لا، لوجود اختلاف الحكم، فإن هذا مسح وهذا غسل، مع أن السبب واحد وهو استباحة الصلاة، الطهارة لأجل الصلاة وغيرها. أو اختلفا في السبب، يعني حتى إذا اختلفا في الحكم واختلفا في السبب فمن باب أولى ألا يحمل المطلق على المقيد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق،
طيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا مقيد، والحكم مختلف، فإن هذا غسل وهذا قطع، والسبب مختلف، فهذا هذه سرقة وذاك وضوء طهارة، فلا يحمل المطلق على المقيد. قال: وإن لم يختلف، يعني الحكم، وإن لم يختلف حمل. إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، سواء اتحد في السبب أو اختلف فإنه يحمل المطلق على المقيد في الصورتين. مثال اتحاد السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا نكاح إلا بولي مرشد. الأول مطلق والثاني مقيد، والحكم واحد والسبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد، وكأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين: إلا بولي مرشد. أو اختلف في السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد ما دام أن حكمهما واحد. مثاله قوله تعالى: فتحرير رقبة في سورة المجادلة. طيب، وفي سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة. فالأول مطلق والثاني مقيد، والحكم واحد، وجوب اعتاق الرقبة أي العبد، والسبب مختلف، فإن الذي في سورة المجادلة هو في الظهار، سببه الظهار، والذي في سورة النساء سببه القتل الخطأ. نعم، تفضل يا شيخ، اقرأ. ويشتركان في المجمل والمبين، فالمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وهو إما في المفرد كما في القرء أو في المركب، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. والمبين يقابل المجمل، ويجوز كون المبين ويجوز كون البيان بأضعف، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. إلى هنا أحسنت. قال: ويشتركان، أي الكتاب والسنة، في المجمل والمبين، ففي كل منهما المجمل والمبين. قال: فالمجمل اللفظ المتردد بين محتملين، يعني بين معنيين محتملين، فصاعدا، يعني ثلاثة معاني أو أربعة أو أكثر، على السواء، هذا الشرط في المجمل أن تكون المعاني فيه متساوية. فأما إن كانت المعاني ليست على السوية، بل بعضها راجح وبعضها مرجوح، فليس من قبيل المجمل، إنما يكون من باب الظاهر والمؤول، أو من باب الحقيقة والمجاز. واضح؟ طيب، ويعني مثاله سوف تأتي الأمثلة إن شاء الله في الفقرة الثانية. قال: وهو إما في المفرد كما في القرء أو في المركب. المجمل قد يكون في الألفاظ المفردة، اللفظة الواحدة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق على الحيض حقيقة، ويطلق على الطهر حقيقة، فهما على السواء، فيكون اللفظ مجملا يحتاج إلى بيان. واضح؟ يحتاج إلى بيان، يعني لو قيل المطلقة اعتدي ثلاثة قروء فتقول: ماذا يعني ثلاث حيض أو ثلاث أطهار؟ لن تستطيع الامتثال إلا بعد البيان. قال: أو في المركب، اللفظ المركب من كلمتين فأكثر: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
الذي بيده عقدة النكاح هذا لفظ مركب، وهو يحتمل معنيين على السوية، الزوج والأب، يعني ولي المرأة أو الزوج. نعم. وأيضا الإجمال قد يكون في الاسم، وقد يكون في الفعل، وقد يكون في الحرف. يعني بالنسبة للأول، القسم الأول، قوله وهو إما في المفرد، يعني سواء كان في الاسم كما مثلنا في القروء، أو في الفعل مثل والليل إذا عسعس، فإن عسعس بلغة العرب معناها أقبل ومعناها أدبر، أو في الحرف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو يحتمل أن تكون عاطفة كما فهمه بعض السلف، ويحتمل أن تكون استئنافية كما فهمه كثير من السلف، فهم احتمالان والمعنيان من معاني الواو. قال: ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. نعم، إذا أضيف التحريم إلى الأعيان أي إلى الذوات، فإنه لا يقتضي إجمالا، بل يكون من باب البيان، يكون من باب المبين الواضح. ومرد تفسيره حينئذ إلى عرف اللغة، فإن نصوص الكتاب والسنة جاءت بلغة العرب. فمثلا حرمت عليكم الميتة، ماذا يفهم؟ يعني حرم أكلها. نعم. طيب، حرمت عليكم أمهاتكم أي وطؤهن، حرمت الخمرة أي شربها، الحرير حرام على ذكور أمتي يعني لبسه، وهكذا. فأين الإجمال؟ لا يوجد إجمال. نعم، تفضل يا شيخ. تفضل. والمبين يقابل المجمل، ويجوز كون البيان بأضعف، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم، قال: والمبين يقابل المجمل، فهو عكسه. فإذا كان المجمل ما يحتاج إلى غيره في تبيينه، فإن البيان عكسه، وهو ما لا يحتاج إلى غيره في تبيينه وإظهاره. واضح؟ يعني المجمل إذا عرفناه بتعريف غير هذا التعريف هو ماذا؟ نعم، نعم، يعني هو ما لا يعرف معناه، أو يعرف له معنى وغيره يساويه. يعني هذا باختصار المجمل، ما هو؟ ما لا يعرف معناه، أو يعرف له معنى وغيره من المعاني يساويه، فهذا المجمل. وحينئذ البيان عكسه في الصورتين، وما كان واضحا بأصل وضعه، أو كان مجملا ثم فسر، فإنه يصير مبينا حينئذ بالبيان. واضح يا إخوان؟ واضح؟ طيب، يعني الشيء قد لا يكون واضحا في نفسه حتى يفسر. وأحيانا يكون له معنى، لكن يعرف العربي أن له معاني أخرى وتساوي هذا المعنى، فيكون أيضا مجملا حتى لو فهم معناه، لكن له معنى آخر يساويه. فكذلك المبين على العكس، قد يكون الكلمة بينة بنفسها ما تحتاج إلى تبيين، السماء والأرض والماء والجبال، جلس واتكى، إذا وردت في النصوص الشرعية هي مبينة بنفسها، أو يكون مجملا ثم بين، وآتوا حقه يوم حصاده، كان مجملا في كلمة حقه. ما هو الحق الذي نخرجه عند الحصاد؟ ما ندري، إلى أن جاء البيان فيما سقت السماء العشر، إلى آخر النصوص الدالة على تبيين كلمة
وآتوا حقه. قال: والمبين يقابل المجمل، والفعل يكون بيانا. هذا موجود في بعض النسخ، والمبين يقابل المجمل، والفعل يكون بيانا. يعني أن البيان كما يحصل بالقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل بفعله أيضا عليه الصلاة والسلام. فالبيان بالقول كثير، وكما مثلنا قبل قليل: وآتوا حقه يوم حصاده. فكلمة حقه مجملة، يسأل الناس ما هو هذا الحق، كم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، إلى آخر الحديث. فهذا بيان بالقول. وبالفعل مثل من يعرف؟ من يعرف البيان بالفعل مثل ماذا؟ تفضل. نعم، أحسنت. مثل الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صلاته فوق المنبر، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين أفعال الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحج، فعل المناسك أمام الناس وقال: خذوا عني مناسككم. قال: ويجوز كون البيان بأضعف، يعني أن البيان ليس مثل النسخ، فما يحتاج أن يكون في قوة المبين، بل يكفي البيان بأضعف من المبين، بأن يكون مثلا المجمل آية والمبين حديث آحادي، يكون حديثا آحاديا، فهذا جائز، كما مثلنا قبل قليل في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإنها آية والقرآن كله متواتر، ثم بين بالحديث فيما سقت السماء العشر، وهو حديث آحادي. وكذلك يعني في حديث أنس رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل؟ فقيل: ما السبيل؟ فقال: الزاد والراحلة. هذا بيان، وهو حديث آحادي عند من يراه صحيحا. قال: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم، لا يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل عن وقت حاجة الناس، ووقت الحاجة هي وقت الامتثال، وقت الامتثال. وكما رأيتم أن المجمل لا يمكن امتثاله إلى أن يحصل البيان، فنقول: تأخير البيان إما أن يكون عن وقت الحاجة، وإما أن يكون عن وقت الخطاب. فتأخيره عن وقت الحاجة هذا لا يجوز بإجماع العلماء، لأن هذا ينافي الرسالة، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرع، فهذا لا يمكن. أما تأخيره عن وقت الخطاب، أن يرد حديث مجمل أو آية مجملة ثم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك إلى بعد مدة وقبل أن يأتي الامتثال، فهذا جائز. فإن الأمر بالزكاة كان مجملا: وآتوا الزكاة. والبيان هل جاء دفعة؟ لا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة الزكاة شيئا فشيئا، فبين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وبين المخرج، مقدار المخرج، بينه شيئا فشيئا. قال: ويشتركان في المفهوم. نعم، تفضل. ويشتركان في المفهوم، وهو مفهومان: مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة حجة ودلالته لفظية، وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة، وهو أقسام: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. نعم، أحسن، جزاك الله خير. قال: ويشتركان في المفهوم، ويشترك الكتاب والسنة في مبحث
المفهوم. ثم قال: وهو مفهومان يعني قسمان، أي قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة قال: بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا، هذه في المتن، اكتبوها في المتن، ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا. طيب، إذن مفهوم الموافقة كيف نعرف أن المفهوم من الآية مفهوم موافقة؟ فنقول: ننظر إلى حكمه، إن كان حكم المفهوم موافقا لحكم المنطوق فإنه يسمى مفهوم موافقة، مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. منطوق الآية التحريم التأفيف، المنع من التأفف، وهي كلمة التضجر، كلمة أف. والمفهوم الموافق تحريم السب ونحوه، يعني السب والضرب والإخراج من البيت والحبس، هذه كلها مفاهيم موافقة، لأن الحكم فيها هو التحريم، كما أن الحكم في المنطوق هو التحريم، فيسمى مفهوم موافقة. قال: ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا، يعني أن يكون حكم المفهوم مخالفا لحكم المنطوق. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. منطوق الآية: يحل نكاح الإماء المؤمنات، هذا المنطوق. والمفهوم المخالف، نعم، عدم حل نكاح الإماء غير المؤمنات، نعم، فهذا مفهوم مخالفة، هنا الحل وهنا عدم الحل. وننبه فقط إلى أن مفهوم المخالفة ليس هو ضد حكم المنطوق، وإنما هو نقيض حكم المنطوق، يعني مفهوم المخالفة نقيض لا ضد، نقيض لا ضد. فالضد صورة واحدة تكون عكس المنطوق، أما النقيض ففيه عموم. فمثلا قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. من هم؟ الكافرون المنافقون. منطوق الآية: تحريم الصلاة على الميت الكافر، هذا المنطوق. مفهومه المخالف، ما نقول مفهوم المخالف وجوب الصلاة على الميت المسلم. أعيد، منطوق الآية ما هو؟ وجوب الصلاة، عفوا، تحريم الصلاة على الميت الكافر. ما نأتي ونقول مفهوم المخالفة وجوب الصلاة على الميت المسلم، لأنه حينئذ صار المفهوم المخالفة ضداً، لأن ضد التحريم هو الوجوب، والمفهوم المخالف ليس كذلك، ليس ضداً، وإنما هو نقيض. ومعنى النقيض أنه سلب الحكم، نفي الحكم، فحينئذ نقول مفهوم المخالفة عدم تحريم الصلاة على الميت المسلم، عدم تحريم، ما نقول وجوب، عدم تحريم، هذا النقيض، لأنه سلب للحكم نفيه. وحينئذ يحتمل أن تكون الصلاة على الميت المسلم بماذا؟ يحتمل أن تكون واجبة، ويحتمل أن تكون مندوبة، فننظر في الأدلة الأخرى، ننظر في الأدلة الأخرى. قال: ومفهوم الموافقة حجة، وهذا لا شك فيه، لأن هذا يعني بعضهم حكى الإجماع عليه، ولم يخالف إلا بعض المتأخرين. قال: ودلالته لفظية. هذا الكلام الآن عن نوع الدلالة، يعني إذا قلنا إن مفهوم الموافقة حجة، فما نوع هذه الحجية؟ ما نوع الدلالة فيه؟
ليس نوع الحجية عفوا، نوع الدلالة ما هي؟ يعني هل دلالته قياسية أو لفظية من جهة اللغة؟ هل دلالته قياسية اجتهادية أو لفظية من جهة اللغة والوضع؟ فقال دلالته لفظية، مع أن يعني هو النتيجة واحدة، يختلفان في شيء آخر، لكن الحكم هو هو. بمعنى لو قلنا في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يمكن أن تقول مدلول الآية من جهة المفهوم أن السب كذلك يحرم لما فيه من معنى الإيذاء الموجود في الأف، بل أولى. ويمكن أن تقول أقيس السب على التأفيف بجامع الإيذاء، لكن كما قال المؤلف الصحيح أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية. فالتفريق بين ما دلالته لفظي أو قياسي والله أعلم هو أن ننظر إن كان يفهم المفهوم، هذا حكم المفهوم يفهم من جهة اللغة فتكون الدلالة حينئذ لفظية، وإن كان لا تصح من جهة اللغة فهي دلالة قياسية. فالعربي أي من يتكلم بلسان العرب ويحسنه ويفهم الخطاب إذا سمع قوله تعالى فلا تقل لهما أف سوف يفهم أن السب والضرب ونحو ذلك محرم، يفهم هذا. لكن مثلا البر بالبر، مثلا بمثل سواء بسواء أو كما ورد، فهل نقول البر بالبر يفهم منه من جهة اللغة أن الأرز بالأرز يجب أن يكون سواء بسواء؟ أنا أقول لا، ما يصح، العرب ما يفهم من البر الأرز، ليس هذا لغة العرب. فحينئذ دلالته على تحريم التفاضل في بيع الأرز بالأرز طريقه القياس، هذا طريق التفريق بين ما دلالته لفظي وما دلالته قياسي. قال وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة. شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية الحكم في المفهوم بحكم المنطوق، بالحكم المنطوق ألا يظهر أن الحكم في المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، فحينئذ تنتفي دلالة يعني لا يعمل المفهوم المخالف ولا يكون حجة حينئذ. مثاله لو قال الرجل لخادمه أكرم طلبة العلم، طبعا قبل هذا يحتاج نشرح مفهوم المخالفة، شرحناها من قبل أو لا؟ نعيد. طيب قبل أن نشرح هذا الشرط نبين ما معنى المفهوم المخالف، أو مثلنا له شرحناه قبل قليل مفهوم المخالفة شرحناه. طيب إذن شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية. فلو قال الرجل لخادمه أكرم طلبة العلم، فلا يأتي السامع ويقول أوجب الإكرام لطلبة العلم فدل على انتفاء الإكرام عن غير طلبة العلم كالعلماء، ما يصح هذا، لأنه ما دام أوجب إكرام طلبة العلم فدخول العلماء من باب أولى. فلا تقل لهما أف، ما يأتي شخص ويقول إنما حرم التأفيف فدل على أن غير التأفيف لا يكون حراما كالسب وغيره، يصح هذا؟ لا يصح المفهوم المخالف هذا، لأن الحكم في المسكوت أولى من الحكم في المنطوق، أولى بالتحريم. قال ولا مساواة، فلو ظهر أن الحكم في المفهوم مساوي للحكم في المنطوق انتفى العمل بالمفهوم المخالف. ولا تأكلوا أموالهم، من هم؟ اليتامى. فلو قلنا إن تأكل معناها إتلاف المال بطريق الأكل
فلا يأتي شخص ويقول حر إنما حرم إتلاف أموال اليتامى بطريق الأكل فدل على أن إتلافه بغير الأكل جائز، يصح هذا؟ لا، ما يصح هذا المفهوم، لأن الحكم في المسكوت مساوٍ، فإن إتلاف المال مال اليتامى بالشرب أو اللبس أو الإهداء أو سائر التصرفات كلها مثل الأكل، كلها إتلاف للمال. قال: وهو أقسام، يعني مفهوم المخالفة، فذكر من أقسامه مفهوم الصفة الأول، يعني الأول مفهوم الصفة، والصفة لا يريد بها علماء الأصول، لا يريدون بها الصفة عند النحاة باصطلاح النحاة يعني النعت، بل يريدون ما هو أعم من ذلك، سواء كان نعتاً مثل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات نعت صفة للفتيات، فمفهومه أن غير المؤمنات من الإماء لا يحل نكاحهن، أو كان حالاً فإن الحال يسمونه أيضاً مفهوم صفة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، واو الحال، لا تباشروا الزوجات حال الاعتكاف، فمفهومه جواز المباشرة في غير هذه الحال، وهذا مفهوم صفة. وكذلك ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فمفهوم المخالفة أن من باع نخلاً قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري، وهذا مفهوم ظرف الزمان. وكذلك مفهوم ظرف المكان أيضاً يسمى مفهوم صفة، واهجروهن في المضاجع، فيدل على المنع من هجرانهن في غير المضجع مكان النوم، وهذا مفهوم مخالفة، وهو مفهوم ظرف مكان. قال: ومفهوم الشرط أكرم زيداً إذا نجح، ما هو المفهوم المخالف؟ إذا لم ينجح فلا تكرمه، يعني فلا يجب إكرامه. ومفهوم الشرط أيضاً عند علماء الأصول أعم منه عند النحاة، بمعنى ذكرت الأداة أداة الشرط أو لم تذكر، يعني سواء كان الشرط لفظياً أو معنوياً، مثال ما فيه أداة الشرط: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن يعني المطلقات طلاقاً بائناً، وإن كن أولات حمل فأنفقوا، ما هو المفهوم المخالف؟ إن لم يكن حوامل فلا يجب أن تنفقوا عليهن، وهذا مفهوم شرط، والأداة موجودة، أين هي؟ إن. ومثال عدم وجود الأداة قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، إلى آخر الآية، ويدرأ عنها العذاب، من هو عنها؟ يعني من هي؟ الزوجة الملاعنة، العذاب، الحد، أحسنت، الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، فمفهوم المخالفة إن لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب بل ترجم، واضح؟ وهذا مفهوم شرط، هل يوجد أداة شرط؟ لا يوجد، لأن أن هذه مصدرية وليست شرطية. نعم. ومثل لو قلت: الذي ينجح فله درهم، مفهومه من لم ينجح لا يستحق الدرهم، لا تعطيه شيئا، وهل يوجد أداة شرط؟ ولا يوجد أداة شرط، فهذا أيضا يسمى مفهوم الشرط. قال: ومفهوم الغاية، ثم أتم الصيام إلى الليل، فمفهومه لا يجب الإتمام بعد الليل.
قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى أن قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فمفهومه يعني عدم القتال لهم بعد إعطاء الجزية. ثم قال ومفهوم العدد لا تحرم الرضعة والرضعتان، فالمفهوم المخالف أن الثلاثة يحرم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فلو غسله أربعا أو ثلاثا ما يصح هذا. نعم. قال ومفهوم اللقب وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، منطوق الآية أن الماء يطهر يعني تحصل به الطهارة للمسلم. ومفهوم المخالف أن غير الماء لا يحصل به التطهير، والماء لقب يعني اسم علم على الشيء المعروف. نعم. قال بعد هذا في سطر ساقط بعد هذا يتعلق بالفقرة التي تليها، فاكتبوا بعد كلمة اللقب من أول السطر اكتبوا ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى. ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى، ثم بعد ذلك يأتي الكلام والظاهر بالكسر عطفا. واضح العبارة الآن؟ ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر إلى آخره. اقرأ. ويشتركان. ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر ما احتمل معنيين. وهو اكتب بعدها وهو. والظاهر وهو ما احتمل إلى آخره. ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر هو ما احتمل معنيين، وكان في أحدهما أظهر من الآخر. واليقين الاعتقاد الجازم، واليقين الاعتقاد الجازم، والمتردد بين أمرين، الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. نعم أحسنت. قال ويشتركان يعني الكتاب والسنة في مبحث أيضا جديد، وهو المبحث ما يسمونه أقسام الكلام من حيث إفادة مدلوله، أقسام الكلام من حيث إفادة مدلوله، وهو أربعة مراتب: النص والظاهر والمجمل والمؤول. هذه أربعة أنواع أو أقسام للكلام من حيث مدلوله، من حيث مدلوله. هذا في النصوص الشرعية، وإلا هذه القسمة موجودة عند غير علماء الأصول، فيقسمون المدارك يعني إدراكنا للأشياء سواء كانت لفظية أو معنوية، يعني أشياء محسوسة بالبصر مثلا أو كلام يسمع، يقسمونه أربعة أقسام: العلم والظن والشك والوهم. من يعيد من حفظه؟ تفضل يا شيخ. العلم، العلم والظن والشك والوهم. أحسنت أحسنت أحسنتم جميعا. إذن العلم هذا أعلى رتبة، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم. وهذا كما قلنا القسمة عند يعني عند الأصوليين وغير الأصوليين، إدراكنا لكل شيء، لأي شيء محسوسا يعني كان أو معنويا، مبصرا أو لفظا يسمع. فالعلم هو ما دل على المعنى من غير احتمال، يعني هو الشيء الذي لا يحتمل شيئاً آخر، ما دل على المعنى من غير احتمال.
ما دل على المعنى من غير احتمال، يعني بنسبة كم؟ 100%. هذا ماذا؟ هذا العلم. الظن ما دل على معنى مع احتمال مرجوح، يعني مع احتمال معنى آخر مرجوح، ما دل على معنى مع احتمال آخر مرجوح، فيكون الظن هو الاحتمال الراجح. يعني بنسبة كم مثلا؟ نعم أحسنتم، 70 60 80 وهكذا. الشك ما دل على معنى مع احتمال آخر مساو، يعني بنسبة 50%. الوهم هو ما دل على احتمال ما دل على معنى مع احتمال آخر راجح، يعني راجح عليه، فيكون الوهم عكس الظن. الوهم يكون عكس الظن، يعني بنسبة كم الوهم يكون؟ نعم 30% 20 وهكذا. واضح؟ وهذا في مثال يذكره الأصوليون، ما أدري كان تريدون نذكره مثاله في أو ننتقل إلى كلام الأصوليين. طيب، هم يمثلونه بمثال الحجر والشجر كما يقولون في أقسام المدارك هذه، فيقولون لو أن شخصا يمشي في بيداء من الأرض في صحراء وفي الظلام، ثم وقف وقفة، هذه أول وقفة، ونظر إلى شاخص أمامه، إلى شيء شاخص أمامه لكن من بعيد، ينظر إليه من بعيد، فسأل نفسه هذا الشيء هل هو حجر أو شجر؟ لو سألناه يقول ما أدري، لأنه المكان بعيد وأيضا في الظلام. فالآن في هذه الحالة إدراكه بأن هذا الشيء حجر يسمى ماذا؟ ها، إدراكه بأن هذا الشيء حجر شك، لأنه يقول ما أدري، إما حجر أو شجر، ما في أي قرينة ترجح، يعني هو يستوي عنده الإدراك. لو تقدم خطوات مشى قليلا باتجاه هذا الشخص، ثم وقف الوقفة الثانية ونظر، وإذا فيه أشياء كأنها تتحرك فيه، لكن أيضا لا يبصر، يعني هو يرى أشياء كأنها تتحرك لكن الظلام دامس، وتعرفون في الظلام إنسان قد ينظر إلى الشيء يظنه يتحرك وهو قد لا يتحرك، لكنه هو يرى أيضا أشياء تتحرك، فقال الغالب أنه شجر. إدراكه بأن هذا الشيء شجر يسمى الظن، وإدراكه بأن هذا الشيء حجر وهم. طيب، لو مضى المرة الثالثة الآن، مشى إلى أن وصل إلى هذا الشخص وحرك أغصانه وقطف من ثماره وأكل، في هذه الحالة إدراكه بأن هذا الشيء شجر علم. نعم، علم اليقين، نعم هو اليقين. وضح المثال؟ طيب، هذه مصطلحات موجودة حتى عند غير الأصول، لكن الأصوليون لما ذكروا هذا ما قالوا العلم والظن والشك والوهم، قالوا ماذا؟ النص والظاهر والمجمل والمؤول، ذكرنا هذا؟ نعم، ماذا قالوا؟ النص والظاهر والمجمل والمؤول، وحينئذ معانيها نفس المعاني السابقة، نفس المعاني. فالنص ما يدل على المعنى من غير احتمال، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى الله خالق كل شيء، قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذه النصوص من قبيل النص، فالنص هنا معناه أنه لا يحتمل شيئاً آخر. طيب، الظاهر، قلنا الظاهر معناه ما يدل على معنى راجح مع احتمال آخر مرجوح. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه، الأب يطلق على الأب الصلبي، ويطلق أيضاً على الجد، وبعضهم يقول إنه يجوز إطلاقه على العم،
لكن ما الظاهر؟ يعني الآية نحمله على ماذا؟ لأبيه، الأب الصلبي، هذا الظاهر. والأشياء الثانية تحتمل، لكن صاحبه هو الذي طالب بالدليل، أما المتمسك بالظاهر فهو متمسك بالأصل فلا يطالب بالدليل. طيب الثالث قلنا ماذا؟ المجمل، والمجمل سبق معنا قبل قليل، فهو يدل على معنى مع احتمال آخر مساو، كما قلنا في قوله تعالى ثلاثة قروء، فإن القر الحيض والطهر على وجه التساوي. المؤول هو عكس الظاهر، فهو ما دل على معنى مرجوح مع احتمال آخر راجح، مثل ماذا؟ أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة. فبعض الفقهاء قالوا امرأة معناها الأمة، فهل هذا الاحتمال الراجح هذا أو المرجوح؟ هذا مرجوح، نعم الراجح أيما امرأة، يعني كل امرأة حرة كانت أو غير حرة، واضح؟ طيب لكن المؤول إذا طبعا شروط التأويل يذكرها باختصار فقط، شروط التأويل، التأويل طبعا القسم الأخير المؤول ينقسم قسمين، ينقسم قسمين، تأويل صحيح وتأويل باطل. فالصحيح هو الذي توافرت فيه الشروط، والباطل هو ما لم تتوافر فيه الشروط التأويل الصحيح. وشروط التأويل الصحيح باختصار أن يكون التأويل صادرا من عالم بصير، فقيه إذا كان في مجال الفقه، أو مفسر أو نحو ذلك، يعني عالم مجتهد في بابه. والثاني أن تساعده اللغة، يعني أن هذا المعنى المؤول تساعده لغة العرب، ما يأتي بشيء ما تعرفه العرب في لغتها، لأن نصوص الكتاب والسنة جاءت بلغة العرب. والأمر الثالث وجود الدليل، القرينة والدليل الذي تدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله، لأنه كما قلنا هذا خلاف الأصل، وما دام أنه خالف الأصل هو الذي يطالب بالدليل. فإن وجدت هذه الشرائط صح التأويل وسمي تأويلا صحيحا. وحينئذ بالدليل والقرينة هذه التي دلت على التأويل ينقلب الأمر، فيصير المؤول ظاهرا والظاهر مؤولا، يصير الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بشفعته، الجار أحق بشفعته. الجار، لفظ كلمة الجار يعني الظاهر منها في لغة العرب كما هو معروف المجاور لي في البناء، شخص يعني داره بجوار داري أو أرضه بجوار أرضي يسمى جارا لي، هذه لغة العرب. وحمل الجار على الشريك المشارك لك في الدار أو في الأرض هذا مؤول، لأنه خلاف الظاهر، لكن دل الدليل على أن الشريك هو المراد بالجار هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذه قرينة لفظية دالة على أنه ما أراد بالجار المجاور، لأن المجاور لي في البناء أصلاً مصرف الحدود، واضح؟ يعني الحدود موجودة، داره غير داري، فدل على أنه ما أراد إلا الشريك. نعم قرأنا هذا، تفضل. اكتبوا بعد كلمة والمساوي شك أيضاً سقط سطر، اكتبوه يا أخوان. ويشتركان في المشترك، بكون الاسم الواحد لمسميين،
نعم، ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين، نقطة أو فاصلة، والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى، بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. واضح؟ نعم، تفضل اقرأ. ويشتركان في المشترك. طيب، ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين، والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. ويشتركان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية. نعم. والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير المجازي والمجازي والمجاز وهو والمجازي والمجازي وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، وشرطه العلاقة. أحسنت، جزاك الله خير. قال: ويشتركان، أي الكتاب والسنة، في المشترك والمترادف، والفرق بينهما ذكره المصنف. فقال: المشترك أن يكون اللفظ الواحد دالاً على معنيين فأكثر كما مر معنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين المشترك؟ قروء، فإن القرء في لغة العرب هو الحيض وهو الطهر أيضاً، فيسمى المشترك اللفظي. وإذا أطلق المشترك في كتب الأصول والفقه فالغالب أنهم يريدون المشترك اللفظي لا المشترك المعنوي. قال: والمترادف، اشتركان في المترادف، وهو عكسه، أن يختلف اللفظ ويتحد المعنى، يعني لفظان أو أكثر والمعنى واحد. مثل لو قلت: تعالى، هلم، أقبل، إلي، كلها ألفاظ متعددة والمعنى واحد، فهذا معنى المترادف. والقرآن يوجد فيه المشترك، لكن هل يوجد فيه مترادف؟ يعني مثال من يجيز وجود الترادف في كتاب الله، وهو أحد القولين في المسألة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فبعض العلماء قالوا إنه من قبيل المترادف، لأن المنهاج هو الشرعة. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقالوا: البث هو الحزن، عند من يقول بالترادف في القرآن. ثم قال: ويشتركان في الحقيقة والمجاز، ويشتركان في الحقيقة والمجاز. ثم فرق بينهما بالتعريف أيضا كما هي العادة، فقال: الحقيقة استعمال اللفظ في وضع أول، فإن العرب قد تضع اللفظ أوضاعا متعددة، فإن كان هذا الوضع على سبيل الحقيقة في كل وضع سمي مشتركا لفظيا، وإن كان على سبيل الحقيقة والمجاز فلا يسمى مشتركا لفظيا، بل الوضع الأول يسمى حقيقة والثاني يسمى مجازا. فالموضوع الأصلي لللفظ يسمى الحقيقة، والموضوع غير الأصلي يسمى مجازا. فمثلا: رأيت أسدا، لو قال القائل رأيت أسدا، الهمزة والسين والدال، كلمة أسد ما حقيقتها؟ نعم، الحيوان المفترس المعروف. وما مجازها؟ الرجل الشجاع. نعم، أحسنت. ثم قال: على وجه يصح، على وجه يصح، لأن المجاز موضوع، يعني هو وضع لغوي، فلا بد أن يكون على وجه يصح. أما لو كان لا تشهد له اللغة ولم يستعمله العرب ولا يعني، فهذا لا يصح حينئذ. فلو استعمل في الشجاعة غير الأسد، لو قال رأيت فرسا ثم قال أردت به الرجل الشجاع، يجوز هذا؟ ما يجوز هذا، ما يصح. لماذا؟ فتقول: لا، ليس هذا لغة العرب،
العرب إنما نظرت إلى الشجاعة التي هي أبرز صفات الأسد فأطلقتها على الرجل الشجاع مبالغة. نعم. قال: وشرطه العلاقة. ما شرحناها؟ طيب جزاك الله خير. قال قبل ذلك نسينا أن نشرح أنواع الحقيقة. قال: وهي لغوية وعرفية وشرعية. هذه أقسام الحقائق، أقسام الحقيقة. فالحقيقة اللغوية مثل ماذا؟ مثل ما مثلنا به. نعم. ومثل الدعاء، الصلاة في الدعاء، فإن إطلاق الصلاة على الدعاء هو حقيقة لكن في لغة العرب. العرب استعملت كلمة صلاة وأرادت بها الدعاء: عليك مثل الذي صليتي فاغتبطي، كما يقول الأعشى، يعني دعوتي. وعرفية مثل الدابة، إطلاق الدابة على ذوات الأربع هي حقيقة عند أهل العرف، وإلا فحقيقتها في اللغة هو كل شيء يدب على وجه الأرض. الشرعية مثل الصلاة في الأفعال والأقوال المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فإن هذه حقيقة شرعية. ثم قال: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول. فإن كلمة أسد، هل أول أوضاعها في لغة العرب هو الرجل الشجاع؟ لا، إنما أطلقت الأسد على الحيوان المعروف. ثم بعد هذا لما رأت في الشجاع معنى شجاعة وأرادت أن تبالغ، والعرب من أساليبها المبالغة في الكلام لإظهار الحقيقة، فأطلقوا على شجاع كلمة أسد، فهو وضع ثان وليس وضعا أوليا. قال: وشرطه العلاقة، وهو العلاقة هي ما ينتقل الذهن بها عن محل المجاز إلى محل الحقيقة، يعني المعنى المشترك بين الحقيقة وبين المجاز. فإذا لم توجد علاقة لم يصح. فلو قلت للقصير هو نخلة، يعني في الطول، ما يصح هذا. لكن لو قلت له عن الطويل هو كذلك نخلة، صح لوجود العلاقة. قال: ويشتركان في الألفاظ. إلى هنا نقف. إلى هنا شرحنا على وجه يصح. قلنا لابد أن يكون تشهد له اللغة. نعم. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.